السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالما سمعنا هذا التساؤل من كثير من الباحثين، وهو لماذا لا يظهر المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني في إحدى القنوات الفضائية ليقابلوا معه فيقدم نفسه ودعوته للناس؟ ونترك الرد على هذا السؤال مباشرة للإمام المهدي المنتظر في اقتباس من بيان له كتبه في تاريخ 21 من شهر جماد الأول لسنة 1432 للهجرة، والموافق 25 من شهر إبريل لسنة 2011. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا والله ما اخترت أن تكون طاولة الحوار بيني وبينكم في عصر الحوار من قبل الظهور الإنترنت العالمية من ذات نفسي، بل بأمر من الله، وذلك أمر يخصني تنفيذه، وفي ذلك حكمة بالغة، كونكما يا فضيلة الشيخ طارق وسليمان لا تستطيعا أن تقاطعا الإمام المهدي فتشوشا فكره وترتيبه للمنطق الحق، كون الحوار في عصر الحوار من قبل الظهور هو بالقلم الصامت، ولذلك لا تستطيعون أن تقاطعوا كلامي، بل ليس أمامكم إلا أن تتدبروا منطقي وسلطان علمي من أول البيان إلى آخره، لأن الحوار مكتوب وليس كلاما متبادلا باللسان. ألا والله لو يظهر لكم المهدي المنتظر على إحدى القنوات الفضائية لحوار علماء الأمة لكان الحوار أشد ضجة من الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة، كون الإمام المهدي سوف ينسف عقائد لدى كثير من المسلمين مخالفة لمحكم كتاب الله القرآن العظيم، وبما أنها عقائد اختلطت بدمائكم وأنفسكم فلا تستطيعون الصبر والانتظار حتى يكمل الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ما لديه من سلطان العلم، بل سوف يكون الحوار مثله كمثل الاتجاه المعاكس فتقاطعونني بين اللحظة والأخرى فتشوشون فكري وترتيب البرهان الذي أرتبه شيئا فشيئا كالبناء المحكم الذي أسس على تقوى من الله. فاتقوا الله أحبتي في الله، وما كان للإمام المهدي المنتظر أن يتبع أهواءكم حسب اختياركم فليس لكم الخيرة من الأمر، بل أنطقوا بالبيان الحق للقرآن، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، وما أنا عليكم بوكيل. الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.